لولا يصل على محمد وعلى سلاسل آله وصحبه الكرام. يا رب صل على محمد وعلى سلاسل آله وصحبه الكرام. لولا يصل على محمد وعلى فصفك يا خير الورى شرفا الله حافظه بكل ملتقب. فليعتصمك يا خير الورى شرفا الله حافظه بكل ملتقب. مولاي صل على محمد وعلى سلاسل آله وصحبه الكرام. السلام عليكم أحبائي أعزائي، مرحبا وألف مرحبا. تحية كبيرة، تحية من طنجة القويرة، تحية بالناس الجداد اللي التحقوا بنا، تحية الناس اللي كيتبعونا من جميع دول العالم العربي، الناس الجزائر، الناس تونس، الناس ليبيا، الناس اللي كيحبونا وكيعزونا. كنشكركم على المتابعة ديالكم، كنشكركم على التعاليق الجميلة اللي كتخليو لي، كنشكركم على المحبة ديالكم وعلى حسن المعاملة ديالكم. شكرا لكم ومرحبا أو ألف مرحبا. وكنعتذر للناس اللي ما كنذكرش الأسامي ديالهم، اللي غير من قلة الانتباه، لان ملي تيكونوا بعض المرات يكون لايف اون بروميير، اي عرض اول، بعض المرات يدخلوا الناس ما كنشوفهمش، كنكون تنكتب تعليق ولا شي حاجه ما كنشوفهمش. الوغ كنتمنى يسمحوا لي من كل قلبي، وشكرا على الانتباه دائما، وراكم في القلب وعزاز وغالين. الو اليوم غادي نوجد معكم واحد هادو جبيبنات كنعمروهم بالصرغينه، هادو كنعطيوهم للناس ملي كيجيو عندنا الكلينيك، ملي كتزاد عندنا التربيه تيجيو عندنا الناس الكلينيك تيهنيو. الو كنعطيوهم دي بوتي كادو، هادو بارمي لي كادو اللي كنعطيو سي دي توت بوتيت جبيبنات ديال تنعمروهم بسرقينا. غادي نرويكم كيفاش. الوغ انا المهم اللي عندي هو ان هاد الغطايه ديالهم انا كناخذها وكنغطيها بهاد لو تول. هاد لو تول اللي تيمكننا ناخذو الالوان اللي بغينا على حسب الطلبيه. الا كانت بنيتها كناخذو بيض ولا غوز ولا جون، كل واحد واللون اللي بغا. وليد كناخذو بلو سيال، كناخذو بيض ولا، المهم على حسب الواحد الطلبيه الناس اللي كطلبوا له. الوغ كناخذو هذاك لو تول وكناخذو داك الغطايه ديال جبيبنا، تنحطوها هكذا مع طريف ديال لو تول، وكنجيو وكناخذو واحد لاستيك صغير و نبداو واحد 3 ولا 4 دلويات باش تنقبطو هذاك لو تول، هذاك التوب، و نحاول نجر باش تعطيني واحد المنظر هنا اللي كيكون متناسق وجميل. و تناخد هاد الزوائد كنقبط هكذا، انتما كي تتشوفوا كنقبط هكذا، وكناخذ المقص وكنجي لهاد الزوائد اللي عندنا واحد 1 سنتيمتر ولا 1 سنتيمتر ونص، وتنقطع هي دائري هكذا.
كتعطيني هاد المنظر هذا. من بعد تنشوف الا كانوا داك الزوائد ما متقادينش تنحاول نقادهم بالمقص، ما كنخليش شي طالع وشي هابط، تنحاول نقادهم بالمقص باش يعطوني منظر متجانس قد قد. هانتوما كي تتشوفوا واحد الطريف هنا مازال خارج، غادي نزولو. الو كتجي هكذا متقاده، هنا عندنا كاين عندنا هنا اللي مربعين بحال هكذا، وكاين عندنا اللي دائريين بحال هكذا، 80 ناقص 6 جوج ربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 80، هما هادو 80 وهادو مربعين. ألوغ كتجي هكذا، كناخدها وتنجيب البيستولي ديالي وتناخد عندي هادو كنشريهم هكذا واجدين، سي دي بوتي نو كي سون تري جولي، كاين فيهم اشكال متعدده، كاين هكذا كاين هكذا، كاين في الالوان كاين في الاشكال، كاين هذا الشكل ان بو بلو غران كبر منه، كاين الوان فيهم بزاف. مهم احنا غادي ناخذ اليوم هاد لو غوز بونبون هو اللي غادي نثبتو هنايا، غناخذ لاكول لاكول تسالات سمحولي، يلا غندير شويه ديال لاكول هنا وغادي نجي لهاد البلايصه هادي، غادي نحل هذاك هذيك الثوب اللي خليت، ما غاديش نهزو الفوق، غادي نهبطو لتحت نخليه نازل، وغادي ننزل عليه هذاك لونو، وغنجي هادو عندي كريرسات هكذا اون بلاستيك، غادي ندير لها شويه ديال الكولا حتى هي، وردوا بالكم لا تحرقوا صبعكم، انا راني حرقت صبعي الكولا سخونه بزاف. الوغ تنجي لهذاك وسنحطها بهذا الشكل هذا، كيجي واحد المنظر زويون. هانتوما بقيت تشوفوا الوغ هادي لا كاري المدوره حتى هي، هاني صوبت لها لو تول ديالها، دائما تنخليو داك الكره ديال الكريستال اللي قلت لكم تتبقى باينه، وتنحل هكذا وتنجي لهذاك لو نو كنثبتو، كناخد الكريرسا دائما وتنثبتها حتى هي بهذا الشكل هادي. الوغ كي تتشوفوا هنا هادو شكلهم 8 دائري وهادو مربعين، ملي كيتجمعوا تيجي المنظر ديالهم هائل. انا غنستمر معكم نزيد معكم وحده، غناخد الكاريه ولا الدهن، خديت الكاريه دابا، هذاك الثوب ها هو كتشوفوه نيمبورت كومون الطرف اللي كيبقى بكم ديال
كنحاول ما نضيعش الثوب بزاف، كناخذ الاطراف من الطرف دائما وتنمشي. وتناخذ لاستيك وكندور، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة على حسب السمك ديال لاستيك الكبر ديالو. وتن نبدا تنجبد هكذا حتى كتبان ليا داك الكويره ديال الكريستال، وكنجبد الثوب. ثوما راه تبارك الله ملي غتبداو تصوبوا راكم غادي تعرفوا كيفاش غادي ديروا لهذا الشيء باش تجي هذا الشيء متناسق ومقاد ما كيجيش. الوغ كناخذ المقص كناخذ المقص وكنقطع هذوك نقلت لكم داك سنتيم ولا سنتيم ونص، كنقطع هكذا تنحل هكذا وعاود تنشوف الزوائد اللي عندي اللي بقاو زايدين كنحاول نحدقهم هكذا. الوغ ها هي، الوغ هاد الطرف هذا كنقبطو هكذا ما كنديرلوش هكذا، تخصني هاد هادي هاد الوسطانيه هاد الكويره الوسطانيه تبقى باينه، كنقبطو هكذا تناخد لو نو تندير فيه الكول كنثبتو. كناخد عندي هنا عود فراشة بحال حال الكروسة اللي رويتكم، وهي فراشة ها هي، نديرو عود هاد المرة فراشة وتثبتوها على هذا الشكل هكذا. ديما كنجيو لهاد القنيت هذا، نتوما اللي بغيتيو بغيتيو في القنت بغيتيو في الوسط، كل واحد وشنو بغى يدير. انتوما شاهدين حرقت صبعي الو غندير دابا وحده مربعه. انتم الثوب اللي عندي تنمشي عشوائيا هكذاك، وكناخذ الطراف اللي نكلهم يتجمعوا ليا لاستيك دائما. تنحل هكذا الاطراف تتبان لي داك الكويره، وتنقطع الزوائد تمشي على بحال اللي غندير دواره. بحال دابا هذه تقطعات شويه اطراف زايدين، هذه نعوضهم. وهي عندنا وحده اخرى كيف تتشوفوا، عندنا دينو هكذا حتى هما يمكننا نمشيو بهم. انا عندي لكم وحده هكذا باش تشوفوا كي غادي تجي. هكذا غادي نديرو لها
لو نو هكذا، وهذه غادي ندير لها خميسه. هادو تا هما عندنا فيهم الشكيلات، عندنا خميسه هكذا، عندنا اون بوتيت في هكذا، عندنا نونوكس، عندنا اون موتو، عندنا بليزيوغ شكالات فيهم. سي دو بلاكي اور، ما تيوقع لهم والو. انا غادي ندير الخميسه، ها هي دي نثبتها بالكولا. على كل هكذا، وغادي ندير لها جواهر صغيره من فوق منها. هانتو كي تشوفوا جواهره فوق الخميسه ولونو، غنزلها فوق هذه ديالها، وغتعطي واحد المنظر هذا. هذا شكيل من الشكيلات، وكاين بزاف ديال الاشكال، اللي بغى شي حاجه كيديرها. المهم انا غير عطيتكم فكره على اشنو كان يمكننا نديرو. غادي ناخذ الصراغينه وغادي نعمرهم، انا نوريكم. الوغ الصراغينه هي هادي. يا سلام على الصراغينه شكل راسو منين داز. الوغ هنا الصراغينه عندي انا كنصوبها بيديا، كنلبسها في الزهر. وهاد الصرغينه كلها ما كتبانش ليكم، كلها مصوبه بالعود والمسكه الحره. انا كنعمر هنايا هنا الصرغينه، وكناخد لو فيلم اليمونتير لقيت تشوفو. كنعمر الصرغينه، تندير طريف ديال العود من الفوق هكذا، وكناخذ السلوفان اللي قطعت وكنجبدو مزيان باش حتى الا تحلت البونبونيير ما تهرقش داك الصرغينه اللي فيها. بحيث ما كتبانش كاع بانها مغطيه، وكنديروا عليها هاد. واخا هكذا كنزيد واحد النقيطه هنا ديال
القطعه هنا ديال الكولا وهنا باش تنثبتها باش ما كطيحش، حتى ملي كيبغيو يحلوها عاد تيحلوها هكذا بهذا الشكل. هذه كتكون عندنا البونبونيير مصوبه مزيونه مقاده. هذه اللي رويتكم بليديدة انتما كتشوفوا حتى هي كيف تجي. عندي نثبتها حتى هي هنا وغادي نثبت لها المهم انا غنستمر في هاد العمليه ونرجع لكم من بعد. الو كيف ما كتشوفوا دابا ساليت لا كونتيتي اللي عندي، غادي نستفهم هنايا ديال الكولا. هادي درتها ايشانتيون، المهم انا نخليها دابا هنايا. الوغ كي تتشوفو كيجي لو بلاطو هكذا، مازال الا كان عامر مزيان غادي يجي عاود احسن واحسن، كل ما كان لا كونتيتي كل ما كتجي داكشي كيجي مزيون وكيجي متناسق. الو دابا غندوزو للشكيل الثاني، هانتوما معايا الو هنا كناخذ 5 ديال لي دراجي كنديرهم في لو تول. لو تول انا عندي كناخدهم هكذا فيهم لافيسيل ديالهم، كنجر لافيسيل دي دو كوتي هكذا وكنعقد هكذا. كندير ان نو هكذا كيف تتشوفوا ان نو هكذا، وكنزول هاد الزياده اللي عندي هنا. اوب الو هنا كناخد النص لو ميليو ديال هنايا ديال لو تول كناخد ان توت باز كناخد توت باز هكذا سمية ديال المحل وكنقطع هكذا كناخد هكذا كيف شتيو لو نون طوباز ديال المحل كندير لاكول وكنثبتها على الوسط ديال تخصني الاسم ديال المحل يبان هنا، ولا الا كان الاسم ديال لو بيبي اللي عاد تولد صغير ولا كان عرس الاسم ديال
العرسان وغناخد ان روز بونبون. هما بغاو ان روز بونبون، هذه الطلبيه اللي عندي بغاو فيها هذا لو روز بونبون هذا. وغندير ان نو هانتوما، هذا لو نو، هو لو نو ديالنا. وكنجيب بيستولي كنثبتو على داك الطوباز من الوسط، الوسط ديالو هكذا. وكناخد لا شوسور، هادي سي اون شوسور ان كريستال. كندير هي هنايا شويه ديال لاكول، وغنجي لهنا وغنثبت هاد لا شوسور. هادشي انتما الاسم ديال المحل تيبان، لو روز او بونبون حتى هو تيبان، وعندنا لي دراجي فيهم لو روز اي لو بلون. هانتوما كي تتشوفوا كيجي من الدار زويون، هاهوما كي تتشوفوا. الوغ فيهم الاسم كي تتشوفوا ديال طوباز، فيهم لي بتي ريبون روز بوغ في. تيجيو ملي كيجيو مجموعين تيجيو زويونين على هاد الشكل هذا. الوغ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وقتيتي وإفادة كيف ما كنقولو. ما تبخلوش عليا بلايك، ما تبخلوش عليا بتعليق، وأكيد اللي مازال ما شارك وعجبو المحتوى ما يبخلش علينا حتى هو باشتراك. وشكرا لكم، واللي ما قريتش سميتو تنقولها ونعود يسامح ليا، راه بعض المرات ما كنشوفوش التعاليق كاملين. وشكرا لكم مرة أخرى، وإلى الملتقى في فيديو قادم إن شاء الله. مع والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.